ملف ثالث وهو ملف لا يقل أهمية أبدا. يعني حضرتك يعني ماسك لجنة الزراعة والري، ودي مليانة ملفات ساخنة وملفات مهمة وبتشغل بال أي مواطن مصري. طبعا التحديات كبيرة بسبب أزمة المياه، محتاجين زيادة في الرقعة الزراعية، محتاجين ترشيد استخدام مياه الري، تبطين الترع لمحطات التنقية. في رأيك التشريعات اللي اتعملت أو اللي يتم تناقش فيها أو يتم مناقشتها في مجلس النواب تناسب التطور الحاصل في الشأن الزراعي وفي القطاع الزراعي، وتناسب أيضا التحديات اللي بيمر بيها القطاع الزراعي؟ بداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين والزملاء القامتين المحترمتين سيادة النائب الدكتور فخري الفقي وسيادة اللواء أحمد العوضي زميلي في دائرتي في الدقهلية. الحقيقة يعني ما يحدث في الزراعة في مصر من جهود خلال الفترة الماضية بداية من سنة 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد حتى الآن يعد طفرة زراعية لم تحدث من عصر محمد علي. حقيقة السيد الرئيس كان في برنامجه الانتخابي في 2014 إضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، أكاد أجزم أن هذه المساحة قد أضيفت بالفعل. عندنا مشروع شركة الريف المصري ده 1.5 مليون فدان، عندنا مشروع الدلتا الجديدة 2 مليون فدان وشوية، عندنا 500,000 فدان في سيناء. وبالتالي يعني السيد الرئيس أوفى بوعده اللي وعد به المواطنين في 2014 بإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية. هذا يعني زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني زي ما في طفرة في مجال الزراعة في زيادة الانتاجيات، وخصوصا يمكن ده ظهر جليا في أثناء جائحة كورونا. يمكن الحمد لله لم نشهد أي أزمات في أي سلع زراعية في مصر خلال تلك الفترة، بالعكس ده احنا كمان نمينا صادراتنا الزراعية في سنة 2020 ووصلنا ل 5.2 مليون طن من الصادرات الزراعية. ده حضرتك طبعا كان بيتطلب ان احنا في المقابل نقدر نحدث التشريعات بما يتواكب مع الطفرة الكبيرة اللي بتحصل في مجال الزراعة. تناولنا العديد من القوانين، كان على رأسها في دور الانعقاد الماضي قانون الري، وخصوصا في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا في عملية نقص المياه، وان احنا عموما في مصر نكاد نجزم ان احنا وصلنا لمرحلة الفقر المائي. وبالتالي ده يعني بيلزمنا ان احنا نبدا نطور منظومه الري. وشفنا المشروع القومي لتبطين الترع، هذا المشروع الضخم اللي هيبطن حوالي 20,000 كيلو متر طولي من الترع بتكلفه حوالي 67 مليار جنيه في كل الترع في مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هذا الامر هيتتبعه كمان تطوير في المسائل الخاصه وتطوير في عمليه الري الحقلي وتحويله من ري بالغمر إلى ري بالتنقيط. هذه المنظومة الكبيرة كان يعني لابد أن يواكبها تطور تشريعي، وهذا ما حدث في قانون الري الذي تم إقراره في دور الانعقاد الماضي، بحيث أن احنا نقدر نستفيد من كل قطرة مياه لاستفادة المثلى، وخصوصا أن احنا زي ما قلنا ضفنا قرابة 4 مليون فدان، وأصبحت المساحة الزراعية اللي موجودة في مصر دلوقتي حوالي 9.5 مليون فدان. بالإضافة لكده احنا حدثنا بعض القوانين، يعني أصدرنا قانون للزراعة العضوية بحيث ان احنا نحافظ على صحة المواطن ونبدأ ننمي صادراتنا الزراعية. عملنا مؤخرا برضو قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية بحيث ان احنا يعني نقدر نستفيد من المساحات المترامية من البحيرات اللي موجودة في مصر، وده توجه ايضا من القيادة السياسية. وشفنا ما تم من تطوير في بحيرات المنزلة وغيرها من البحيرات، وصولا الى ان احنا نقدر نستفيد من هذه المقومات الكبيرة اللي موجودة، بحيث ان احنا نقدر نوصل لعملية اكتفاء ذاتي في الاسماك ونصدر الفائض من هذه الاسماك للخارج. وبالتالي احنا قانون الزراعة العضوية، قانون الري، قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وفي الطريق إن شاء الله وزارة الزراعة مع الإصلاح التشريعي في وزارة العدل بيعكفوا حاليا على تعديلات لقانون الزراعة اللي هو رقم 53 لسنة 66، يعني صادر من حوالي 54 سنة. هذا القانون حاليا بيتم إعداد قانون موحد
هيتم تلافي كل العوار اللي كان موجود في القانون السابق، وهيتم مناقشته ان شاء الله مع لجنة الزراعة قبل ارساله من الدولة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء للحكومة، ان اي قانون قبل ما يرسل للمجلس يتم مناقشته مع هيئات المكتب في اللجان المختصة، بحيث ان احنا نوصل لصياغة شبه نهائية، وبعد كده يجي القانون للمجلس يتناقش في اللجنة المختصة ويتم طرحه في الجلسة العامة لمناقشته واقراره.